ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. استقبل قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس بأسفي عشرات الأشخاص الذين توافد عليه من الدواوير التابعة للجماعة القروية أيير بعدما أحسوا بآلام حادة في الأمعاء مصحوبة بقيء ودوران في الرأس. وأفادت يومية الأحداث المغربية في عددها ليوم الاثنين أن الأمر يتعلق بتسمم جماعي أصيب به عشرات الأشخاص الذين تناولوا أكلة طيب وهاري، وهي عبارة عن حمص مغلي في الماء بالسوق الأسبوعي جمعة العكارطة التابعة للجماعة القروية أيير بأسفي والواقع على الحدود بين أسفي والوليدية، وهو يقام كل يوم جمعة. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.